كيومينة مروة وصافة تبكي رجعت الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب سيدي من تمسككم أمين لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما يا من إذا عدت فضائل غيره دعونا نفتتح مجلسنا بذكر علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت فضائله وكان الأفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا يا من عدت مناقب غيره رجحت فضائله وكان الأفضل وكان الأول إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك يا علي إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على من على إحياؤك الموتى بإذن الله طبعا إي والله ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت في كلما غلا وبردك الشميرة بعدما أفلت يا علي وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا وقد شهدت برجعتها وبليلة نحو المدائن قاصدا وبليلة نحو المدائن قاصدا في غان سلمان بعثت مغسلا وبليلة نحو المدائن قاصدا في غال سلمان بعثت مغسلا علي يا ليت يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر علي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرضة كربلاء قصدت سلمان في المدائن يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرضة كربلاء شلون مضروب عريان تكسو الصعيد ملابسه يا بعريان عريان تكسو الصعيد ملابسه يا أن أبدي ما
مسلوب الثياب مزربلا. يا بابديق مسلوب الثياب مسربلا يا ولي صدري قطع الخيول. يا بولي صدري قطع الخيول وطالما بسريري جبريل انا موكلا. شاعر ثاني شي يقول؟ يقول للأمير المؤمنين يقول له يا عذاب الخيل يا طاعون هالحرم ما مرت عليك ضعون. تسمعنا يا أمير المؤمنين؟ يا عذاب الخيل يا طاعون هالحرم ما مرت عليك ضعون. يا علي جابوها على الكوفة العائلة بعد ما شفتهم حرم يوم سارت بلايا ولي بلايا ولي بلايا ولي صار درب القوم صوبك يا حرم يوم سارت بلايا ولي صار درب القوم صوبك يا علي مثل زينب جي افترضة تنولي. والله تنولي وترضى ارض الوادي مليون يا علي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. ايها الاحبة ونحن في ليالي رسول الله صلى الله عليه واله سيد الخلق صلى الله عليه وآله أريد أكو موضوع أنا دائما أشرت له في أبحاثي ومحاضراتي. طبعا أنا أتكلم في البداية بحضور من أساتذة المنبر الحسيني أستاذنا الشيخ أبو علي البصري الله يحفظه، فأطلب الرخصة من سماحة الشيخ أبو علي البصري وأطلب من الله أن يحفظه وهو أسد من أسود منبر الحسين عليه السلام. طالما كررت في مجالسي وفي أبحاثي أن سورة النجم فيها مقامات عالية وعظيمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قلت مرارا وتكرارا أنني سأقف في يوم من بعض فصول هذه الفضائل اللي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله الموجودة في سورة النجم. إخواني بيها معارف ثقيلة جدا من خلالها نعرف عظمة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله. صفوة الخلق خير الخلق بأبي هو. الآن أشوف المناسبة مؤاتية أن أقف عند بعض أسرار رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه السورة المباركة سورة النجم، يعني رسول الله في سورة النجم. بس خلوا بالكم يمي أرجوكم، وعندي كم ليلة إن شاء الله كل ليلة سأطرح موضوعا جديدا عن النبي في سورة النجم صلى الله عليه وآله حتى من خلاله نعرف أهمية هذا الرسول العظيم. ويبقى أكو ملاحظة أريد أشير لها، هذا البحث بلياليه الخمسة راح يجرنا إلى أبحاث مهمة إلها ارتباط بواقعنا اليومي اللي نعيش، وهذه مسألة مهمة لأكل عندنا في المجتمع حقيقية المفروض نعالجها من خلال طائلة بند الفضائل اللي نطرحها والعقائد اللي نبينها لرسول الله. راح أشير إلى أمور مهمة وملموسة في حياتنا حتى نستفيد من هذه المجالس عقائديا ونستفيد منها في حياتنا اليومية إن شاء الله تعالى. ولهذا خلوا بالكم يعني، وحتى الزوار اللي بس الليلة موجود باكر ومن النجف يتابعونا من خلال الإعلام ومن خلال الفضائيات حتى يكملون ويانا البحث.
اخواني قبل لا ابدي برسول الله في سورة النجم اكو مقدمة اريد ابينها للاحبة للاخوة وللاخوات المؤمنات. اساسا هاي السورة انا بحثت عنها كثيرا في كتب التفسير الى اخره، شفت هي هاي السورة لها ارتباط وثيق بالنبي وحتى آل النبي، وانا الان جايب وياي مصادر وسأقرا عليكم من المصادر طبعا ما تيسر وما يتيح الوقت والا الموضوع طويل جدا. بس سيد هاشم البحراني رحمه الله في برهانه جايب عشرات الروايات، اكثر من 20 رواية بعض هذه السورة بالنبي وآل النبي صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهاي موجودة في برهان سيد هاشم البحراني، اتمنى من الاحبة يقرون البرهان وسورة النجم ويشوفون الروايات الكثيرة اللي وثقها سيد هاشم رحمة الله عليه في برهانه العذب والشيق والمهم، هذا المصدر المهم. راح اقرأ من هاي العشرين لعله رواية واحدة او روايتين مو اكثر، والباقي انتم اقرأوا. الطريف اني اكتشفت في الكتب يعني وكتب التفسير انه مو فقط في رواياتنا الشريفة ان هذه السورة مرتبطة بالنبي وآل النبي، لا لا، بل حتى في كتب الغير وفي مصادر الغير ان هذه السورة مرتبطة بالنبي وآل النبي ايضا، آل النبي ايضا حتى في كتب الغير. وانا جبت وياي بعض المصادر وسأبين بعضها ايضا، والا القائمة طويلة جدا ما اقدر ادخل كل التفاصيل. خلوني بالبداية انتهي من هذه المقدمة وبعدين اجي الى رسول الله في سورة النجم. بالبداية ان هذه السورة للنبي وآل النبي فيها مكان واسع وكبير جدا. اصلا في بداية السورة، اصلا في تسمية السورة في كتبنا وكتب غيرنا، هاي السورة لها ارتباط بالنبي وآل النبي صلوات الله عليهم اجمعين. واحنا الان راح اتكلم بلغة علمية ما بها اساءة لاحد، واتمنى صوتنا يصل الى اكبر عدد ممكن من المسلمين سواء كانوا من اتباع آل البيت او حتى من غير اتباع آل البيت، ونكلمهم بلغة المصادر والارقام واللغة العلمية، لان طبيعة النجف الاشرف، عمر النجف الاشرف ما اساء لاحد، كله يتكلم بلغة مؤدبة مهذبة علمية صحيحة، هاي طبيعة النجف وطبيعة مرجعية النجف وطبيعة حوزة النجف المباركة العلمية. اللهم صل على محمد. ولهذا انا طالما ما دام وصلت لهالحكاية هاي قبل لا جد، بس خلوا بالكم يمي اخواني، ولهذا انا طالما في مجالسي في النجف سواء كانت في عشرة محرم او غير عشرة محرم وجهت نداء للازهر، وجهت نداء لعلماء غير أتباع آل البيت وقلت لهم قابلوا إحسان النجف بالإحسان، قابلوا أدب النجف بالأدب، قابلوا احترام النجف بالاحترام، قابلوا حكمة مرجعيتنا في النجف بالحكمة، قابلوا تحريم الدماء من قبل علمائنا في النجف بتحريم الدماء، قابلوا حفظ أعراض المسلمين وقد أفتى بذلك وأفتت بذلك مرجعيتنا العليا في النجف، قابلوها أيضا بفتوى من هذا النوع، حرموا الأعراض، حرموا الدماء، احترموا الدماء، احترموا الإسلام، احترموا المسلمين كما فعلت النجف الأشرف خلال أكثر من 1000 سنة في الواقع. قابلوا إحسان النجف بالإحسان، طبيعة النجف سلم ومحبة وهدوء وحكمة ورحمة، قابلوا هذه الرحمة بالرحمة، خصوصا الأزهر. هذا البيت يحترموه كثيرا كثيرا يحترموه. قابلوا الحكمة بالحكمة والرحمة بالرحمة حتى تحفظ الأعراض وتحفظ الدماء، وقد وصلت الأمة الإسلامية إلى مكان خطير في أزمتها الطائفية. ارحموا الناس كما فعلت النجف. جيد، بالبداية خلونا نبين مقدمتنا، بس التفتوا لي جيدا راح أدخل، خلاص خلت الموضوع، أن هي السورة طابعها طابع النبي وآل النبي أصلا من بداية السورة بتسميتها هكذا في كتبنا وكتب غيرنا. خلوني أبدأ برواياتنا الشريفة. هذا أمامكم البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني في مجلده السابع
في تفسير سورة النجم، ملاحظ يعني من صفحة 338 فصاعدا، روايات كثيرة من أهم مصادرنا الروائية ناقلة سيد هاشم عن أمال الصدوق، عن الكافي، عن تأويل الآيات، عن البحار، عن تفسيره وغيرها، مصادر كثيرة من أهم مصادرنا الروائية ناقل عنها السيد البحراني رحمة الله عليه. أقرأ لكم رواية مثلا من هذه الروايات حتى أذهب إلى مصادر الغير ونشوف هاي السورة إلها ارتباط بالنبي وآل النبي وما إلها، حتى الدور من المقدمة أنتقل إلى رسول الله في هذه السورة صلى الله عليه وآله، ونبدأ بحثنا خلال هذه الليالي إن شاء الله تعالى. مثلا من الروايات المهمة في هذا المصدر، وهاي الرواية عن أمال الصدوق صفحة 468 رقم الحديث 1، عن فلان عن فلان عن 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 جعفر بن محمد يعني الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لما مرض النبي مرضه الذي قبضه الله فيه، يعني هالأيام يومه هالأيام ها هالأيام يعني هالأيام زين، اجتمع إليه وأصحابه فقالوا: يا رسول الله إن حدث بك حدث، يعني يا رسول الله إن مت مثلا إنك ميت وإنهم ميتون، فمن لنا بعدك، التفتوا لي، ومن القائم فينا بأمرك، فلم يجبهم بجواب صلى الله عليه وآله وسكت عنهم. فلما كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول، طبعا هاي منو هسه منو ذولا؟ قرأت الرواية أصحابه وبعض منه أقاربه، جيد، فلم يجبهم عن شيء في اليوم الثاني، فلم يجبهم مما سألوه. فلما كان اليوم الثالث أعادوا عليه وقالوا: يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك ومن القائم فينا بأمرك؟ قال لهم: إن كان غد هبط نجم من السماء، باكر راح يهبط شنو؟ نجم من السماء، جيد، في دار رجل من أصحابي فانظروا من هو فهو خليفتي عليكم من بعدي. باكر هذا النجم يوقع في اي بيت واحد من اصحابي، اللي يقع النجم في بيته يهوي في بيته فهو شنو؟ فهو خليفتي عليكم من بعدي، والقائم فيكم بامري. ولم يكن فيهم احد الا وهو يطمع ان يقول له: انت القائم من بعدي. طبعا هذه عبارة كلش مهمة، هاي الامام الصادق ينقلها عن ابيه الباقر، الباقر عن ابائه الرواية الشريفة، التفتوا لي، معصوم عن معصوم، وموجودة في امال الصدوق وبرهان سيد هاشم البحراني، التفتوا لي. يقول ذولا اصحاب اللي سألوا كل كان يطمع عن شنو؟ ان تكون له من بعد رسول الله. اخواني هنا كلش هاي عبارة دقيقة، اهل البيت ينقلوها، كل هاي ترتب عليها اثار خطيرة اخواني، وهاي المسألة ترى مو فقط في كتبنا وآل البيت نقلوها، وان كان آل البيت هم اهل العصمة والطهارة والصدق صلوات الله عليهم اجمعين، وكونوا مع الصادقين، صحيح على رأسي، لكن حتى لغير اتباع آل البيت اقولهم السيرة النبوية لابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، يقول وهي تقريبا السيرة الاساسية المعتمدة عند المسلمين، ولا هي الاولى تقريبا عند المسلمين، الاولى في السيرة النبوية لابن هشام، يقول اللي اجوا للنبي من المدينة في بداية بعثته في مكة قالوا له: يا رسول الله نصير وياك ونتبعك ونصير مسلمين بشرط. قال لهم: شنو الشرط؟ قالوا له: أن يكون الأمر لنا من بعدك. هاي في أول البعثة أو في آخر البعثة؟ أو في آخر حياة النبي؟ هاي في أول البعثة.
يعني بعد النبي ما عنده غير علي بن ابي طالب يمشي وياه وجعفر وكم واحد اثنين ثلاثه. قالوا له يا رسول الله نصير مسلمين بشرط ان من الان تكتب لنا كتاب الامر لنا من بعدك. يعني القضيه كانت شائعه عند الناس لو ما كان الشكل اهميه. زين هاي بدايه الامر والنبي بعده ما عنده شيء ويقولوا له ريته من بعدك. اخر حياه النبي والنبي عنده دوله وعنده اصحاب وعنده وعنده صلى الله عليه واله، شو يصير الموضوع هذا؟ شو يصير الاهتمام بهذا الامر؟ ها؟ هذا؟ ولهذا بعد لا تستغرب لما تسمع تقرا في كتب التاريخ اللي كتبها اتباع هذا البيت واتباع هذا البيت انه ما ان مات رسول الله صار هجوم على بيت الزهراء عليه السلام، وحدث ما حدث. قضية يظهر كانت تشكل أهمية عندهم من البداية. هاي السيرة النبوية لابن هشام راجعوها أول أيام البعثة، نصير مسلمين اكتب لنا كتاب الأمر لنا من بعدك. فقال رسول الله لهم في سيرة ابن هشام، فقال لهم الأمر لله يضعه حيث يشاء. أنا لا أنطي وعد ولا عهد ولا أكتب كتاب، لأن الأمر من بعد لمن؟ لله، ويضعه حيث يشاء مو كيفي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. القضية لا أهل حل وعقد ولا شورى ولا تعيين إلهي نص إلهي، الأمر لله. هاي في سيرة ابن هشام اللي هي السيرة الأساسية المعتمدة عند المسلمين. الخلافة أمرها بيد الله. إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل في الأرض خليفة، كل إني الله يقول عهد لا ينال عهدي الظالمين، عهدي مو عهد عهدي، أمر إلهي الإمامة، مو مسألة حل وعقد يو شورى يو انتخاب يو مجلس نواب، ماكو شيء. أمر إلهي، عهد إلهي، إني جاعل، جعل إلهي، سمي. فهاي العبارة هواي دقيقة يعني. الخلافة اشرأبت لها الأعناق منذ البداية. زين لما النبي صار عنده دولة شو يصير؟ صلى الله عليه وآله. جيد. خلي أرجع للرواية بالله باعتبار ارتباط سورة النجم بالنبي وآل النبي، هذا أساس بحثي. التفتون. زين. يقول فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم. كل واحد منهم. طبعا هسه ما ادري قبل لا اكمل الرواية هنا أنا اكو هم بس ما اريد اضيع وقتي. هنا أنا اكو نكتة ثانية دقيقة الان جت ببالي انا وكتاب. وهي سبحان الله فضائل امير المؤمنين دائما يتمناها غيره ما يحصل عليها. في البخاري في البخاري في البخاري في كتاب الصحابة فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن ابي طالب. هسه هاي بعد تحتاج روح على القاضي؟ ما يحتاج لا جزء لا صفحة. الفهرس كتاب الصحابة باب مناقب علي بن ابي طالب، شوف يا صفحة مكتوب بالفهرس، روح له ما يحتاج الى بعد حتى تقول طبعة وما طبعة بلا طبعة. في كتاب الصحابة في البخاري في باب مناقب علي بن ابي طالب فلان ما اريد يجيب اسماء يأمر سعد بن وقاص ان يسب علي بن ابي طالب، يقول له ما اسب علي لثلاث امور يجيبهم طبعا آية التطهير والمباهلة والى اخره، يجيبهم ثلاث، يقول له ذني ثلاثة اني ما اسب علي. بعدين شو يقول له وغيرها طبعا كتب كثيرة موجودة نقلت هاي الروايات سعد وغير سعد حتى غيره من الصحابة يعني ما اريد اوضح. كل واحد منهم كان يقول أتمنى أن أحصل على واحدة منها وأعطي في مقابل هاي الواحدة نعم الدنيا كلها ويعطوني واحدة من هاي الفضائل، وما حد حصلها. لما اللهم صل على محمد يعني. والقضية المشهورة هسه ما أريد أدخل بالتفاصيل، القضية المشهورة أنه النبي قال غدا سأعطي الراية رجلا كرار غير فرار يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله. كتب التاريخ كلها اللي نقلت هاي الرواية كلها بدون استثناء تدري ايش قالت؟ قالت ما بقي احد من الصحابة الا وكان يتمنى ان النبي يقول له انت روح باعتبار كرار غير فرار
يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شنو هالآل أوسي معك؟ يقول كل واحد منا كان يتمناها. بعدين قال جيبوا لي علي بن أبي طالب. وغيرها وغيرها وسبحان الله فضائل أميرة، هاي واحدة منها، أنه الكل يتمنى أن يقع النجم في بيته، الكل كان يتمنى فاطمة وما أعطيت إلا لعلي. سقوط النجم علي، يفتح الله على يديه علي، غيرها علي، المباهلة، الكل كان يتمنى أن النبي يطلع به للمباهلة يباهل به على أحقية الإسلام. أحقية الإسلام يعني حجة، هذا اللي باهل به النبي حجة أحقية الإسلام. التفتوا لهذه الكلمة الخطيرة أيها الإخوة. فالكل كان باهل به أخذ علي وفاطمة وحسن وحسين وترك الباقي، وترك الباقي، مع أنه الحسن والحسين كانا طفلين وغيرهم لعله 60 سنة و70 سنة وما أخذهم، أخذ أبو 4 سنين أبو 3 سنين أبو 5 سنين وترك البقية وباهل بالحسن والحسين. عجيب هذا الشيء. المهم يقول فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط بيته حتى يكون هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ انقض نجم من السماء قد غلب ضوءه على ضوء الدنيا حتى وقع في حجرة علي فهاج القوم. فأنزل الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جيد، هسه ليش ما ضل صاحبكم ما غوى ما ينطق عن الهوى وهو النجم هوى مثلا؟ طبعا إخواني هسه هنا النجم هوى مو إلا معناه يعني نجم نزل على بيت الإمام سلام الله عليه، مو هذا يعني، فد علامة من العلامات رسول الله صلى الله عليه وآله وعدهم بها، هاي العلامة رأوها بأعينهم نزلت في دار أمير المؤمنين، مو إلا بالضرورة يعني هو النجم كله ينزل. كما الآن تسقط في مثلا الآن هاي قاعد نشوف احنا حتى بالأخبار حتى مو شيء عجيب يعني، يسقط حجر من السماء لو يسموه هم نيزك يسموه، يسقط ما اعرف ايش الان قاعد يصير لو ما يصير، وسيقول حتى ضياؤه ملأ الدنيا الان، هو هذا فينزل يشوفون ضياء لو ما يشوفوا، انا شفته بعيني بالتلفزيون، بعيني شفت، انا بعيني شفت الى ضياء والى فعلا مو يعني، لان هاي المعلومه موجوده في كتبنا وكتب غيرنا، الان ساثبت لكم مو فقط في كتب غيرنا موجوده، وان كان هو نكتفي بما عندنا ائمتنا اهل العصمه صلوات الله عليهم اجمعين، ولكن باعتبار لعله يستمعوننا حتى غير أتباع هذا البيت. والنجم إذا هوى هوى ليش ما ظل؟ تكملة الرواية تقول لأن بعضهم كان يقول لقد ظل محمد في محبة ابن عمه، لقد غوى في محبة ابن عمه، لقد قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مو مسألة ظل في محبتي، وهي مو فقط بهذا المورد، أكتفي برواية من عشرات الروايات، خلي أشوف كم رواية ذكرها سيد البحراني، روايات كثيرة، قلت لك فوق 20 رواية في إثبات هذه الحقيقة، أكتفي بهذا المصدر. إخواني هو النبي اتهم مو فقط في هاي المسألة صلى الله عليه وآله، حتى واحد يتعجب، تدرون رزية الخميس الموجودة في أصح صحاح المسلمين، رزية الخميس توني دوات وكتف أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به، النبي كان قايل قبل إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما، هنا قال لن تضلوا، هنا قال لن تضلوا، يعني كتاب الدوات والكتف يكتب لهم كتاب الله وعترته، قالوا يهجر، هنا قالوا ظل يهجر، غير ذلك غير ذلك. في آية أخرى في سورة القلم في يوم الغدير لما قال من كنت مولاه أحدهم كان يقول جن محمد بابن عمه، نزلت الآية ما أنت بنعمة ربك بمجنون،
ما أنت بنعمة ربك بمجنون. تهم عدة اتهامات صلى الله عليه وآله في خصوص علي بن أبي طالب في مسألة، وهاي موجودة في أهم مصادر المسلمين، أنه انتجى النبي عليا في الطائف، انتجى خصه بمناجاة دون غيره. قالوا لقد انتجى ابن عمه علينا. قال والله ما انتجيته، ولكن الله أمرني بنجوى علي، بانتجاء علي، انتج علي، اختص بعلي، الله أمرني، مو آني، مو ابن عمي، مرتبطة بالله. فطالما اتهم صلى الله عليه وآله خصوصا في هذا المجال، في مجال علي أمير المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وآله يردهم، وكان القرآن الكريم أيضا ويقول الحق مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه هاي مصدر من مصادرنا إخواني، هذا المصدر، بس خلوا بالكم يمي أرجوكم، لأن ما ظل عندي وقت كثير، باكر نكمل يضرانا اليوم، راح أكتفي بالمقدمة، وباكر أبدي ما ظل رسول الله في سورة النجم. أول شيء راح أبتدي به شنو النبي ما ظل، شنو النبي ما غوى، هاي تشير إلى شنو. أكو بحث هنا جديد عميق جدا وجديد وإلى ارتباط بحياتنا، ولهذا هذا إن شاء الله راح أفتح بابه الليلة الآتية. الليلة خلونا فقط بالمقدمة، ارتباط السورة بالنبي وآل النبي. إخواني هذه موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنة المجلد الثاني تحت عنوان أهل البيت في القرآن، سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعش النجفي رحمة الله عليه، وهو من مراجعنا الكرام. في هذا المصدر القيم في سورة النجم، أهل البيت في القرآن، لما يوصل أهل البيت في سورة النجم، هاي في سورة النجم طبعا تبدي من صفحة 264 فصل النجم إذا هوى، هاي فقط موسوعة الإمامة في نصوص أهل، يعني غير أتباع آل البيت، لديها مصدر شيعي، والموسوعة كبيرة لعله تتجاوز 40 مجلد، جايب عن مصادر كثيرة. هسه فقط أشير أنا وإلا ما أدخل بالتفاصيل، مصادر كثيرة، أنه والنجم إذا هوى قال رسول الله انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي، فنظروا فإذا هو قد انقض في منزل علي، فأنزل الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق. هاي مناقب علي بن أبي طالب، صفحة 266 رقم الحديث 313 لابن المغازلي، نقلا عن أنس بن مالك وهو من الصحابة المنحرفين عن علي بن أبي طالب، مو المحبين، أنس بن مالك. وإلى قصة معروفة، الإمام دعا عليه سلام الله عليه باعتبار أنكر شهادته في يوم الغدير، فدعا عليه علي فأصابه البرص في كتبنا وكتب غيرنا، وكان مريض حتى آخر عمره. هذا هو ينقل الرواية، يعني نفس اللي ذكره سيد هاشم البحراني عن أئمتنا عليهم السلام، موجود في هذا، موجود في شواهد التنزيل اللي هو مصدر آخر من مصادر الغير، أنا جايبه وياي المصدر، مجلد 2 صفحة 275 وغيره، ذاكر كم رواية. هي نقلة عن كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، صفحة 89 رقم الحديث 134. هي نقلة عن تاريخ مدينة دمشق 42 صفحة 392 ترجمة علي بن أبي طالب 1933. هي نقلة 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 عن مصادر كثيرة كلها من كتب الغير، أنه نفس اللي ذكر سيد هاشم البحراني تماما، احنا رويناه وغيرنا رواه. هسه انا شواهد التنزيل جايبه وياي في مجلده الثاني حسب الظاهر، نعم في المجلد الثاني في صفحة 202 فصاعدا، هاي والنجم اذا هوى، جايب كذا رواية نفس قصة سيد هاشم البحراني طبعا. وهذا الرجل الحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي النيسابوري من أعلام القرن الخامس الهجري، من أعلام، إحنا الآن بيا قرن هجري الخامس عشر الهجري، يعني هذا صار ليش كثر متوفي قرابة 1000 سنة، 1000 سنة. روايات عديدة، والنجم إلى هوى اللي يسقط ببيته هذا الكوكب هو خليفتي من بعدي، فسقط في دار علي بن أبي طالب في كتبنا وكتب غيرنا. آخر شيء أقوله بهاي المقدمة، آخر لقيت في مصدر آخر
مصادر غير أتباع آل البيت، بس بالكم يمي، أنه ارتباط سورة النجم بالنبي وآل النبي بقضية أخرى مو فقط بهاي، أنه يسقط كوكب في دار علي بن أبي طالب وهو خليل، لا السورة مرتبة وآله، ولكن أيضا بحادثة أخرى، هاي صحيحة وهاي صحيحة، ولا مانع من التأكيد في هاي وهاي. هذا وين؟ هذا في كتاب مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي لملك الحفاظ. إخواني حسب الظاهر عنوان الحافظ من الألقاب العلمية اللي يختص بها غيرنا، مو هيك؟ أنا بس شفت عندنا مكتوب الحافظ ابن شهراشوب رحمة الله عليه، وإلا عادة هاي الألقاب تطلق على أعلام غيرنا، احنا عندنا ألقاب علمية خاصة بينا، هم عندهم ألقاب علمية خاصة بينا. هذا لقب الحافظ من ألقابهم المعروفة، الحافظ النيشابوري، الحافظ ابن حجر، الحافظ النسائي، الحافظ ما أدري منه، وحسب الظاهر هذا اللقب ما يعطى لأحد عندهم إلا من بعد ما يتجاوز 100,000 حديث، حفظ 100,000 حديث يصير حافظ بأسانيدها وطرقها وإلى آخره. هذا مكتوب هكذا لملك الحفاظ، لملك الحفاظ الإمام أبي بكر أحمد ابن موسى ابن مردويه الأصفهاني المتوفى سنة 410 للهجرة. احنا الآن سنة 1400 وش كثر؟ و35، هذا متوفى 1410 للهجرة. في كتاب ملك الحفاظ ابن مردويه الاصفهاني هكذا يقول في صفحة 326 سورة النجم، بس التفتوا لي ارجوكم، هاي المصادر بين يدي، وهذا كتاب ملك الحفاظ، ونفس هاي الرواية ناقلها عنا السيوطي في تفسيره الدر المنثور. اتمنى الان من الاحبة من يكمل مجلسنا يرحون للسيوطي الدر المنثور في تفسير سورة النجم، يشوفون هاي الرواية موجودة يا موجودة، ومن تفاسير غيرنا الروائية بالكم يا ابن مردويه يقول عن ابن مردويه عن حبة العرني قال إن رسول الله بس الدرسول حيث أمر بسد الأبواب، الأبواب اللي كانت عليه من؟ على المسجد النبوي، مو شي؟ أمر بسدها لأن الله أمره بذلك، أمر بسد الأبواب عن المسجد إلا باب علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال بعضهم أخرج عباسا، يعني ابن عبد المطلب، وسيجيب أسماء بقية أنا ما أريد أجيبها، فلانا وفلانا وفلانا وإلى آخره، وأحل محله ابن عمه. هاي ما طلعت البيبان كلها سدها، خلى بس باب منه هم ابن عمه. شوفوا ليش اقول لكم النبي دائما يتهم في علي سلام الله، دائما دائما. وطبعا النبي استخدم طريقه لرد الاتهام، كان يقولهم القضيه مرتبطه بالله، مره ثانيه النبي استخدم طريقه عمليه لرد الاتهام. تدرون شنو الطريقه العمليه؟ قال لهم بابا انا اليوم ما راح ادز علي، انتوا روحوا فتحوا حصن خيبر، يلا انتم مو تتهموني علي علي. شوفوا هاي طريقة عملية، مرة كان يردهم نظريا يقولهم الله امرني، مرة كان يردهم شنو عمليا؟ بابا انا اليوم ما راح ادز علي، انتوا روحوا انتوا روحوا فتحوا خيبر. مولانا راحوا تدرون يعني النتيجة كانت طبام علماء في كتب علمائنا الكرام، ايش كانت النتيجة؟ يعني رجع يجبن اصحابه ويجبنوه، يعني هو يقول يا رسول الله ربعي شرده وانا شردت، هم يقولوا له يا رسول الله هو شرد احنا شردنا، وهكذا غيره وهكذا. قال لأعطين الراية غدا رجلا كرار غير فراء، هذا رد واقعي انه بابا يا مو مسألة تجربوها تجربون روحوا جرب جرب. رجع قال لها روح علي، أخذ الباب ودخل المسلمين بدأ بروح.
في مسألة آيات براءة، آيات براءة في البداية ما دس علي، دس غير علي، صحيح ولا؟ دس غير علي، قال له يلا روح. خاف أدزن علي تقولون علي. يا بأنت روح، روح. بالطريق نزل جبرائيل قال له يا رسول الله لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، منك فاطمة بضعة مني، حسين مني، اللي يؤدي عنك هذا مني، رجل منك. في البخاري فضائل علي بن أبي طالب أول حديث اللي أنا راجعوه، أول حديث علي مني وأنا من أول حديث. كان بعض الإخوة يتصور بس حسين مني وأنا، لا لا، البخاري باب فضائل الصحابة مناقب علي بن أبي طالب أول حديث علي مني وأنا من، يا رسول الله لا يؤدي عنك إلا أنت أو شنو رجل منك. قال له تعال ارجع ودى أمير المؤمنين وراح. هذا رد عملي، قضية مو ابن عمي، لا شوف شوف ما حد يدبرها بس علي يدبرها، والسماء تريد علي لأن علي يحلها، غير علي ما يحلها ما يحلها. مولانا ليش تروح بعيد؟ الله يحفظكم أيها الأحبة. راية أخذها غير علي بفتح مكة، سوى مشكلة يوم ما سوى. واضحة الفكرة عندكم يا ولا؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تسمى الحرمة، اليوم نقتل علي. روح روح روح. إجا الإمام أخذها، صح اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. راية طال غير علي صارت هوسة. قال روح صلح الوضع، صلح الوضع يا أمير المؤمنين. دز ناس البني جذيمة خزيمة، تدرون القصة يعني اللي النبي تبرع اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان. دزهم راح قتلهم، دز علي بحيث الإمام عوضهم. وهاي من عجائب، أتمنى ذول الغربيين يسمعون هذا الكلام، يكتبوه يسمعوه ويقروه، والله أتمنى حتى يشوفون عظمة هذا العظيم. تدرون من جملة الأمور سواها أمير المؤمنين؟ عوضهم عن خوف حيواناتهم. هذا شيء غريب، شيء غريب هذا. يعني شلون الآن لما صير مو المشكلة، لجنة النبي كان علي تشكيل لجنة أمير المؤمنين، قالهم حتى الخوف اللي أدخل على حيواناتكم أعوضه، بس أرضوا عن رسول الله. شنو هذا؟ أي حقوق هذه؟ اي حقوق هاي؟ خوف حيواناتكم اعوضه. اخر شيء شوفوا احبابي، هاي في كتاب مناقب علي بن ابي طالب لملك الحفاظ ابن مردويه الاصفهاني المتوفى 410 للهجرة، يقول فقال بعضهم اخرج عباسا، ويجيب اسماء هو اخرى انا ما اريد اجيبها، فلانا فلانا، واحل الى ان يقول فلما راى رسول الله ذلك صار حكي وراه، صلى جامعه ثم خطب وقرا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني في علي، لأنه ترك بابه مفتوحا وأغلق بقية الأبواب، لا ضليت بذلك ولا غويت، ولكن الله أمرني والنجم إذا هوى ربي أمرني أن أغلق كل الأبواب إلا باب من؟ علي. بعدين قالوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بابا أنا سديت الأبواب وفتحت هاي الباب، هذا كله وحي إلهي من الله جل وعلا. إذن هسه بذاك مورد النزول وهذا مورد النزول، الآية مرتبطة بمحمد وآل محمد ولا؟ مرتبطة بالنبي وآل النبي، في كتبنا وفي كتب شنو؟ غيرنا، بل في كتب غيرنا في موردين نزلت بالنبي وآل النبي، في موردين، مورد نزول النجم ومورد سد الأبواب، هاي في كتب غيرنا. طبعا هاي هنا هو ناقل بالمحقق الكتاب، محقق الكتاب والا ابن مردويه اقدم من السيوطي، السيوطي هو ياخذ من ابن مردويه، ولكن محقق الكتاب
الرواية موجودة في الدر المنثور مجلد سادس صفحة 122. انت ما يحتاج جزء صفحة، الدر المنثور سورة النجم راح تلقى الرواية، وانت ابحث واني باكر موجود. احنا ما ننسى بشيء باطن، وامتنا ما محتاجين. دائما انا اقول على المنبر ايها الاحبة، اقول ائمتنا ما محتاجين واحد ينطيهم فد شيء يعني اعتبارا، وما محتاجين حتى احنا ننطيهم، بس هو واقعهم فرض علينا ذلك، واقعهم الالهي السماوي الرباني ارتباطهم بالله قضية. هكذا تقول آية من الآيات، وبها أختم: كذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن شنو؟ ودا. مو بالاشترين. اكو واحد جاء قال لك هاك فلوس حب الحسين، ها هاي المشاية المليونية، هاي المشاية المليونية، هم ينطون فلوس لو انت تطيهم فلوس على حب الحسين، لو هم ينطون من جيوبه يا اخي، هم ينطون، مو ينطون فلوس، هم ينطون شنو؟ ارواح على حب الحسين سلام الله عليه. سيجعل لهم الرحمن ودا، قضية مرتبطة بالرحمن مو بالناس، مو مرتبطة بالله جل وعلا. هسه هاي المقدمة انتهينا منها خلاص، باشر ندخل مباشرة الى صلب البحر، ان هاي السورة مرتبطة بالنبي وآل النبي في كتبنا وفي كتب غيرنا، مو في مورد بل في موردين وموارد. ملاحظ هذا انتهينا منه. هسه عدم ضلال النبي وما غوى والفرق بين هاي وهاي، ومن خلالها نكتشف مقاما عظيما لرسول الله، هذا في الليلة الآتية ان شاء الله تعالى. هسه ما دام قلنا سيجعل لهم الرحمن ودا، وآية شنو؟ المودة، آية المودة، ودة آية المودة، فاجعل الآية الإبراهيمية، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إليهم للعترة لأبناء إسماعيل يعني النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، ولهذا نحيي ذكراهم ونبكي على مصابهم. أيها المسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، أتباع آل البيت قرآنيون، قرآنيون أتباع آل البيت، يأمرهم كتاب ربهم بإحياء أمر أئمتهم عليهم السلام. قرآن يأمرنا شو نسوي؟ هاي فتفهمونا يرحمكم الله، والله يرحمنا هم وياكم. فهمونا، تفهمونا جيد. هسه خلونا نروح الى مصائب آل البيت، احياء امر آل البيت، ببيان هذه الحقائق وتبيان وتبيين هذه الحقائق، ببيان وتبيين وتبيان مصائبهم ايضا، ونحيي امرهم من خلال ذكر مصائبهم والتفاعل مع مصائبهم صلوات الله عليهم اجمعين. ما ادري، انا ايام الاربعينية ما كنت في العراق، كنت خارج العراق، ولهذا ما قرأت للأحبة مصيبة 40 الحسين سلام الله عليه، قرأتها خارج العراق. أريد أقرأ هاي المصيبة، ومن الليلة الآتية نبدأ ويا النبي صلى الله عليه وآله ومصائب رسول الله، روحي فداه أبو الزهراء العظيم، بس ما أدري بقلبي باقية إلا أقرأ الحسين سلام الله عليه ورسية 40 الحسين عليه السلام. يزيدي دس على الإمام زين العباد والعابدين وسيد الساجدين، يقول له: يا علي ابن الحسين، وجود عمتك بالشام يخوفني، عمتك تخوف، عمتك تخوف، ووجودك هم يخوفني، ووجود العائلة يخوفني، اخذ عماتك واهل بيتك وانصرفوا الى ما تريدون، مدينة جدكم روحوا المدينة جدكم، وانا خالي وياكم النعمان ابن بشير وقد امرته بالرفق بكم، وهو يأتمر باوامركم، وتروح بعد خلص. اجى الامام العمت زينب قالها: عمه خلص احنا بعد كون نطلع من الشام ونرجع الى مدينة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، شو تقولين عمه زينب؟ قالت لعمه: انت الامر الناهي، انت امام زماننا. قالها: ما يخالف، بس انت كبيرتنا، انت كبيرة، انت عمتنا الكبيرة، انت بنت الزهراء، امك الزهراء، ما يخالف انا استشيرك في كل شيء.
المقصود قالت له خلاص عمه، بس عمه شي أصنو؟ قالت له حبيبي إمامي وليدي نور عيني ابن أخويا، ذول الغراض هاي الغراض اللي أخذوها منا يوم العاشر خيرجعونا إياها، ترى أكو بيها قميص أمي فاطمة، أكو بيها عباءة أم الزهراء، أكو بيها ملابس أبويا أمير المؤمنين، خيرجعونا إياهن. الإمام هم طلب ذلك فأرجعت إليهم صلوات الله عليهم. هذه أسرار ما تكون عند غير آل البيت عليهم السلام. المقصود طلع الضعن مولانا من الشام، وقف على مفترق طريق أبا عبد الله، وقف على مفترق طريقين، طريق يروح إلى مدينة المصطفى وطريق يروح إلى كرب وبلا. حاج الضعن النعمان قال له يا ابن رسول الله أنت الآمر الناهي لوين؟ قال له انتظرني شوية أشوف عمتي زينب. صحيح أنا الآمر الناهي، لكن إحنا ما نتجاوز عمتنا زينب، نحترم زينب، هكذا أدبنا على البيت على احترام زينب. أشوف عمتي وين تريد قلبها، وين يريد أنا عمتي. إجا الإمام العم عمة زينب، إحنا على مفترق طريقين. قالت له عمة أنت تأمر وأنت تنهى. قال ما يخالف أسألك أستشيرك. قالت له عمة لوين ولوين؟ قالها الدرب الأول إلى مدينة جدك يا رسول الله. ترتاحين دخلين بيت الحسين، تعبتك كربلاء، وجهك متغير، صحتك متغيرة، كل شيء متغير بيك، وأنا خايف عليك. قالت له على جدنا السلام وعلى ساكن مدينة جدنا السلام. بعد عم الثاني قالها عم الدرب الثاني الى كربلاء. اوه هاي هنا أنا مصيبة بعد. انت مو زينب، مو زينب شيعي عادي، اذا فترة مفارق كربلاء وتقول له كربلاء يمشي، بس تقول له كربلاء دموع تقول. صح يا ولا زين؟ زينب شلون تقول له كربلاء؟ لما سمع حنت وهنت يعني صاحت آه يا كربلاء. قلت له عم قل الدليل الكربلاء يميل يا عم. والله قل الدليل الكربلاء يميل، انا اريد اشوف شلون دفنت المجاد. انت شفتهم ارد اشوفهم شلون اندفنوا. اني اخوي عفته مطروح على الربضة ابو علي. لا على هالدمعة تستاهل اخر المجلس اقرا لك طور جديد ما سامع منه، بس كون تشاوبني تستاهل على هالدمعة اقرا لك طور جديد لاول مرة في حرم امير المؤمنين وابيات جداد سلام الله عليه. صاح الامام يا عمتي تقول مروا بنا على كربلاء. كربلاء خلص توجه الحادي الى كربلاء. كربلاء كان جايها جابر، والقصة طويلة ما اريد اوقف على تفاصيلها. وجابر تطيب من بعد ما اغتسل ويقول للعطية عطية المسني قبر حبيبي. قال له سيد القبور كثيرة، قبر حبيبك ما عرفه. قال عطية مر بي على القبور قبرا قبرا وانا اعرف قبر حبيبي. هذا شلون حكي هذا؟ هذا الحكي ما يعرفه الا اللي يحب الحسين. مر بي على، يقول كل ما امر بي على قبر ياخذ ترابه من القبر يشمه، يقول مو هذا مو هذا مو هذا. يقول وصلت الى قبر من القبور قال عطية هذا قبر حبيبي. ثم نادى ثلاثا حبيبي يا حسين، حبيبي انت في حرم امير المؤمنين، حبيبي لما لا حبيب يجيب حبيب. وقع على القبر قعد يبكي. عطية يباوي يشوف سوادة مقبلة على كربلاء وتراب وضعن، خاف. قال له جابر خل نختفي. ليش؟ قال له أشوف سواد مقبلة علينا وأخشى أن تكون عينا ليزيد أو لابن زياد ويقتلونه. قال له شوف عطية أنا اليوم قلبي ما أدري إيش بيه، قلبي هذا يوم الأربعين
عطية قلبي يقول هذا ضعن آل الله حرم الله جاي. روح شوف الخبر وفرحني. راح وسرعان ما رجع وهو يقول قم يا جابر واستقبل حرم الله. هذا إمامك زين العابدين. قال لك ودني قادة الإمام زين العابدين من بعيد بعدك ما بتشي. كيفك ما تبكي؟ انت بحرم امير المؤمنين. المهم اخر ليالي صفا وزينب الآن بدربها الى مدينة جدها صلى الله عليه وآله. يعني اللوعة بعدها ما خلصانة، ما وصلت زينب بعدها. المقصود مولانا يقود الامام من بعيد يشوف واحد يتكع على اخر، حقق النظر جابر نزل من ناقة الامام، شبق عمه قلبه متروس يريد يسولف يريد يقرأ تعزية حتى قلبه يرتاح بالشام. ويا من يسولف زين العابدين؟ ها جابر يصيح من هذا؟ علي هذا؟ قال نعم يا جابر. قال حبيبي علي اين الحسين؟ مولانا الامام انفجر بالبكاء وقام يسولف له قتلوا رجالنا سبوا نساءنا ذبحوا اطفالنا. يقول لحن يا جابر وانحبوا وياي انا بهالمعارف قد تولي. بعدني ما مبجيك هنا، راح اكسر قلبك شوية هنا. المهم زينب انتظرت. زينب ميتة على قبر الحسين، خلصانة على شوفة الحسين. هسه يكمل حبيبي هسه يكمل علي بن الحسين. ما كمل يسولف للجابر قلبه متروس. انتظرت شوية بعد ما كمل بعد، خلص صبرها خلص زينب. بجت زينب وصاحت صاحت صاحت يا ولينا يا ولينا يا ولينا. سمع الإمام والله صاحت يا ولينا يا ولينا. باوع الإمام هاي عمته هاي عمه. والله يا ولينا يا عمه قبر اخوي حسين وانا. مو قلت لك ابكي؟ عمه دليني وسولف ويا جابر. اردمت على اخوي انا. والله بجت زينب وصاحت يا ولينا يا عمه قبر اخوي حسين. الله الله عافيه والله. وانا يقلها القبر ذاك وجرت عينه تعنت له وقلبها اشتعل قلبها اشتعل واضرب. اكو ابيات قاريه القبر. انتو عرب عندهم اعراف وعادات وتقاليد، ما ارد اتجاوز الساعة، ما احب اتجاوز الساعة. العرب وتقاليد، انتو عرب. زينب السولف ويا اهل هالدواوين هالمضايف صعب عند العربي انه ديوانه ينسد. زينب تقول له اجيناكم يا اخوتي بهالمسا خطار يلعدكم الضيف يصير صاحب دار. يلملكاكم يفرج على المحش وما حد اجى منكم يلاقينا يا اهل. انتو اهل الدواوين، انتو اهل الكرم. اسمع هذا البيت اللي عنده حاجة. اكو واحد الهسه ما ذكرناه، عرفتوه؟ اخوي حسين ودحد من اخواني اجيت من السفر خليت لكاني. منو؟ والله يتلقاني الو عباس حي جاب العجل جاني. آية النار آية قطع شفي انا. شافت طفلة قاعدة هناك يم البنات تبكي شوية بعيدة عنهن، ماكو قبر يمها. هاي منو قاعدة تبكي ومطية ظهرها للنسوان وجهها على الكوكب؟ جت هاي حميدة بنت مسلم، سمعتها تقول خيعانة يا ابويا اللي يشمك. والله اللي يشمك وخيعانة اللي يخلي القلب يمك يا ابويا براق بدك ما يمك.
قالت له هذا ابوك وهذا ابونا كنا الحسين. بعدين اردختم قام تباوع يمين شمال قام تباوع قالها زين العابدين عمه حسين حسين الدرب كله صيحين حسين وهذا الحسين شو تباوعين. قالت لعمه اين قبرك فيني. قالها على علقمي. صاحت يا الحرم قوم نمشينا لعند البلنا من هنا يا بني ريدة يقوم ويردنا الوطن ابو فاضل او مثل ما جابنا بينا يتوزم. هنا جاوبوني ايا كربلة ايا كربلة دمعتي عاملة ايا كربلة ايا كربلة. اول مرة اخرى دمعتي عاملة ايا كربلة ايا كربلة. شفت اخويا انولى ايا كربلة ايا كربلة. بعد والله جثته مرملة ايا زينب الكربلة شونف ويا كربلة. جثته مرملة ايا كربلة ايا وعين عالعائلة ايا بعد كربلة. وسارت القافلة ايا والعليل ابتلى ايا اعلى شلون برقبته السلسلة ايا بعد وسكنة المدللة شبيها وسكنا لمدللة يا كربلاء. ضاعت بهالفلا يا يا نازلين بكربلاء هل عندكم. شيخنا ابو علي تفضلون. مولاي إلهي بمحمد وآله صلي على محمد وآل محمد. إخواني المجلس مستمر لأربعة ليالي أخرى جزاكم الله. إلهي بمحمد وآله صلي على محمد وآل محمد. عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضانا يا الله. البس مرضانا ثوب الصحة والعافية يا من له دواء وذكره شفاء يا الله. صل على محمد وآل محمد واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنغار بمحمد وآل الأطهار يا الله. إلى أمواتكم أموات شيعة.